كاربان دوكيمونتير بدات اول لو 9 10 11 افريل بدات اول تظاهره في سينما افريكا. احنا شنو البيت نتاع التظاهره هذيك؟ ما حبيناش تكون فكره امبوزي نتاع كوم لي زيدي اللي يجيونا تو تقوم الصباح تلقى فيش في وجهك وعندك فيستيفال. حبينا فكره لمينا فيها احباء السينما ليزاماتور معناها والبروفيسيونيل ونقاد وصحفيين، وطرحنا الفكره كارافان دوكيمونتير. قلنا راهي الكارافان هذيا كيف القوافل، كيف تكون، كيف الصحيه، كيف الثقافيه، هي بتجوب مع جميع مناطق التونسيه، مناطق اللي ما حظتش بالثقافه، مناطق متعطشه بالثقافه. وطرحنا الفكره هذه على الناس وعجبت الناس، هذاك علاش زادت تحمسنا اكثر. وبدينا اول اكسبيريونس في قبلي دوز وفوار، ولقينا غادي ناس فريمون متعطشه للثقافه، وذاك شنو شجع الكرافانات باش تواصل عملها معناها في جميع المناطق اللي ما حضرتش معناها بالثقافه قبل، معناها 23 سنه ولا 50 سنه واحنا معناها كنا في كونجي. انا تو صافي بلو دو 3 موا اللي قاعدين نخدموا، درنا برشا بلايص، مشينا لقبلي، الفوار، الدوز، القليبيا، تبرقة، كل سيفرين قاعدين نخدموا توا على حسابنا الخاص. بقى احنا اون كونسون لي لاكسيون اللي نعملوا فيها اللي سيتويان، معناتها الفا توشي اون فو توشي لو ماكسيموم دو بيرسون مي دو فاسون افيكاس، معناتها لازم لاكسيون اللي نعملوها تصلح لهم من بعد. اي دونك وهي سي اون اكسيون سوسيال، دونك يلزمنا à un moment donné, nous avons eu d'autres aides, que ce soit d'aide de la gouvernement ou d'aide des خواص على خاطر ولا من المجتمع المدني. Donc لحد الان مازال ما عندنا حتى حد يعاون فينا، اما معناتها ماهيش مزيه هذه الخدمه اللي نخدموا فيها ولا فكره نحن ماهيش مزيه، سان ديفوار تو ان نتحركوا ونخدموا. بقى يلزمنا باش نجمو نواصلو وتكون فريمون لاكسيون تاعنا افيكاس، يلزمنا دي مويان. دونك نحنا مكملين مواصلين العمل، عندنا تو في شهر اوت عندنا اوماج لدوكيمونتير سيريان اون سوتيان على ريفولت اللي موجوده في سوريا، وفي تازاركا سورتو عندنا ان ايفينمون اوتور دو سينما دانيماسيون مع الوليدات الصغار تاع تازاركا، وباش نحاول نعمل لهم اتوليي نتاع صور متحركه اللي باش يخليهم هما يعبروا كيفاش يراو المواطنه، كيفاش يراو دورهم في الـ في الـ في الانتخابات، ودورهم كعنصر فعال معناتها في المجتمع، باش معناتها يزنسيت لي زادولت باش يمشيو يشاركوا في الانتخابات وفي معناتها البروسيسوس ديموقراطيك اللي خلينا نشوفوا. الثقافه غذاء روحي وذهني هام كيف ما الماكله، كيف ما الصحه، كيف ما نحطوه في نفس المستوى، على خاطر هو من اولويات الحضاريه.